أسعد الله صباحاتكم بكل خير مستمعين الأحبة ومتابعين الكرام. في هذه المحطة راح تنضم لي ضيفتي، وفي الحقيقة هي من أصغر الضيوف اللي حاورتهم عبر أثير الشبيبة FM، وأنا سعيدة جدا أن تكون ضيفتي ردينة بنت خميس بن سعيد الصابرية من مدرسة العصماء للتعليم الأساسي في ولاية صحار. ردينة الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في مسابقة منظمة الصحة العالمية الفنية لطلاب المدارس اللي ينظمها المكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حول التوعية بجائحة كوفيد 19. صباح الخير ردينة. صباح النور أستاذة. يا مرحبا وسهلا فيك، كيف أصبحتي؟ كيف يومك؟ الحمد لله. كيف المذاكرة؟ الحمد لله. ردينة صف كم؟ صف الثاني عشر. ثاني عشر، ما شاء الله عليك. تطبيقي ولا بحتة؟ بحتة. كيف الهمة وكيف المواد وكيف الامتحانات؟ الحمد لله بعد. كل تمام؟ مرة. ممتاز. خبرينا ردينا عن مشاركتك في هذه المسابقة، ويعني ناخذها كذا خطوة بخطوة. البداية كيف اشتركت في هذه المسابقة؟ بداية سنويا تتعاون لدينا وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لتقوم بطرح أحد القضايا الصحية لمناقشتها، حيث جاءت السنة تحت شعار كوفيد وقاية أنفسنا ومجتمعاتنا. سيتم تعليم ونشر المسابقة على مدارس السلطنة، وذلك بهدف تحفيز الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 18 سنة بالمشاركة في هذه المسابقة، وذلك بهدف تنمية المواهب لدى الطلاب وزيادة الوعي لديهم حول أحد المواضيع الصحية. المسابقة كانت عبارة حول جائحة كورونا طرحتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف إذكاء الوعي بهذا المرض الجديد القاتل، وإنتاج أعمال فنية توضح دور كل فرد منا في وقاية أنفسنا ومجتمعاتنا من الإصابة بفيروس كورونا، وما هي الإجراءات اللازم اتباعها في حال أصبنا بالعدوى. ممتاز. فكانت مدرسة العصماء للتعليم الأساسي في ولاية صحار من المدارس المشاركة في هذه المسابقة. متى كانت هذه المسابقة؟ كان طرحت تقريبا في شهر واحد، ليتيح الفرصة أن يتم تقييمها على مستويات. نعم. حتى أخيرا توصل لمستوى الشرق الأوسط. ممتاز. وهل أنت كنتي علم، يعني كنتي على علم أنه العمل الخاص فيك كان يعني يتقدم، ولا فقط عرفتي في المرحلة الأخيرة أنك أنت فزتي بالمركز الثاني؟ عرفت صراحة في المرحلة الأخيرة، والسنة بسبب هذه الظروف أن طريقة التقييم اختلفت. يعني متعودين سنويا أن مثلا المسابقات أن التقييم يبدأ عن مستوى المحافظة، بعدين عن مستوى السلطنة، بعدين عن مستوى الشرق الأوسط. السنة اختلف قليلا، يعني أن على طول كان أن عرفنا بالتقييم عن مستوى الشرق الأوسط، فكانت بالنسبة لي مفاجأة. ممتاز. طيب أنت بإيش شاركتي في هذه المسابقة؟ في هذه المسابقة طبعا أنا قبل أرسم لوحة للتحدث عن كوفيد-19 قمت بعمل تغذية بصرية وقرأت أكثر حول هذا المرض. أيوة. والشيء الجميل في هذه المسابقة أن الموضوع المطروح موضوع الحاكي تجربة صعبة ومليئة تحديات هم عشناها. نعم. ففي عملي للمسابقة سلطت الضوء حول ما خلفه هذا الوباء من آثار سلبية على العالم، وعلى الجهود التي يبذلها العالم للوصول إلى حل القضاء على هذا الفيروس. والحمد لله بفضل الله حصلت على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط، وتطلع إلى الأفضل دائما لرفع اسم عمان عاليا في مختلف المحافل الدولية والمحلية. كفو كفو يا ردينة، وانت قدها. انزين، احنا الحين جالسين نتابع على الشاشة هذه الرسمة اللي انت شاركتي فيها، ايش رأيك يعني توصفي لنا شوي هذه الرسمة؟ اول شيء في اللي هو كذا معصب باللون الاحمر، ايش هذا؟ هذا الرسمة حبيت اني اوضح شكل فيروس كورونا وكيف هو انه
يهجم على العالم بقوته بأنه مرض قاتل مرض شديد على العالم. وحبيت بعد أني أخلي من الجهة الأخرى صورة الكرة الأرضية وصورة العالم أن كيف هو متأثر بهذا الفيروس وكيف هو حزين وكيف أن الناس صارت اليوم حريصة جدا على أن الكمامة لازمها في كل يومها. أيوة في كل يومها وكيف أن يعني صرنا اليوم ملتزمين أكثر وأن لازم نتبع الكثير من الإجراءات الوقائية مثل أن نرتدي الكمام، تنظيف اليدين باستمرار، مراعاة التباعد وغيرها من الإجراءات اللي صرنا اليوم وين نتبع عشان نسويها. ممتاز، جميل جميل، رسمة جميلة ومعبرة تظهر بالنسبة لي، يعني أظهرت لي في البداية شراسة الفيروس وأظهرت لي كيف أنه الأرض أو يعني خلينا نقول العالم بأكمله يعاني، وأظهرت لي كيف المؤسسات الصحية أو العاملين في القطاع الصحي جالسين يبذلوا كل جهدهم لمحاربة هذا الفيروس. فرسمة معبرة وعمل جميل وتستحق هذا الفوز يا ردينا. وبما أنه أنت عندك اهتمامات في الفن، خبرينا إيش هي الأساليب والمجالات الفنية اللي تحبي تشتغلي عليها والقريبة منك. أحب مجال الرسم، قريب من التصوير بعد أيضا. أحب استخدام الألوان الزيتية لأنها ألوان تعطي الأعمال أكثر واقعية. أحب أرسم في مواضيع مثلا بورتريه الطبيعة والطبيعة الصامتة. وأيضا تعدد الأساليب في التلوين بالألوان الزيتية مثل الأسلوب التأثير والأسلوب الواقعي وأسلوب المدرسة التكعيبية وغيرها من الأساليب. وأيضا أحب التضليل من خلال استخدام عنصر الضل والنور في الأعمال الفنية. يا سلام عليك. وأعتقد في فن، يمكن بما أنك أنت شاطرة في هذه الجانب الفن التشكيلي اللي هو يسموه الفن التجريدي، إذا مر عليك التجريدي أو التكعيبي اللي يرسموا فيه الوجوه. لا اسمه بورتري يسموه. جميل، ما شاء الله عليك شاطرة ورسوماتك جميلة. احنا جالسين نشوف حاليا على الشاشة بعض من رسومات ردينا، يعني اكيد انت مختارة مادة الفنون التشكيلية. اكيد طبعا. نتمنى لك كل التوفيق ردينا، وان شاء الله دائما كذا ترفعي راس اهلك وبلدنا الحبيبة عمان، ونتمنى لك مزيد من التوفيق وبانتظار البشارة والنسبة الحلوة بإذن الله. شكرا لك ردينا بنت خميس الصابرية من مدرسة العصمة للتعليم الأساسي بولاية صحار، تحياتي للأسرة الكريمة. شكرا ردينا. شكرا.